من النقيب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير يا مدام نميس، ازي حضرتك؟ يعني قرارات جريئة من الأول، من الأول نازل أنت قرارات جريئة. من أول المهرجانات لحد الراب. والله مش جرأة يا مدام نميس، هي بس احنا عايزين نحترم بلدنا، عايزين نحترم ولادنا زي ما بقولها لك دايما. فهم أجبروني، خلي بالك إن أنا قعدت أكتر من أسبوع بذاكر فيهم. سمعت يعني بقى الراب صح؟ سمعت الراب والتراب. مش انا وعدتك وعد وقلت لك انا مضطر مصطفى كامل لما يكون ليه راي كفنان او كشخص او كمواطن قصه، ولما يكون راجل بيدير مؤسسه بترعى كل الشعب وكل القناة لازم نسمع بالضبط. لازم نسمع طبعا، لازم اشوف غصب عني. طب الاول قول لي رايك في الراب والتراب. لا بلاش، لا عايز اسمع رايك. الله في ايه؟ انا قلت لهم وانا قاعد معاهم، قلت لهم انا تكويني الشخصي او مزاجي الشخصي، انا راجل يعني اميل للموسيقى الشرقيه انا كشخص يعني والنهارده ما اتكسفتش منهم. وهم لما قعدوا معايا الاولاد، خلي بالك شباب زي العسل ودمهم شربات، وولاد ناس جدا ومتفاهمين جدا وامارات، شباب امارات، واحنا لازم نكون مؤمنين. انا عن نفسي بص يا مدام لبيس، انا بدات من سنه 88 تقريبا، اللي هو جيلنا، اللي هو جيلي انا وايهاب توفيق ومحمد فؤاد وهشام عباس، الجيل ده كله احنا بدانا وكنا بنتهاجم من الاجيال اللي قبلنا. انا عودت نفسي على مدى عمري كله، والله صدقيني انا في حياتي ما كنتش حابب ان انا اكون الناقد الناقم بالميم. طيب. في الاخر يعني طب اتفقتوا على ايه يا استاذ مصطفى؟ اتفقنا، انا قعدت مع الشباب واتكلمنا في ان انا اتفرجت عليهم، واتفرجت خلي بالك على الرابرز العالمي كله، ولقيت احنا مش متجنين في قراراتنا. بدات اول اجتماع معاهم قلت لهم اولا من الاعتذار من شيء من الرجال، احنا لما خدنا القرار ب 12 عازف كان يهيأ لي ان ممكن قوام الفرقه الموسيقيه الشرقيه نفس قوام فرقه الغربي. لا طبعا، لما اتكلمنا وامبارح حميد الشاعري قعد معايا اكتر من ساعتين في التليفون، قعدنا نهزر ونتكلم، لان انت عارفه ان حميد منتمي للمنطقه دي قوي من زمان كمان. حميد اتكلم معايا، اتكلمت مع قناه الناس من الموزعين اللي هم اصدقاء عمري، وابتدينا نتناقش في ان اقل قوام ممكن تحتمله الفرق الغربي او كل الموسيقى الغربيه هو مثلا لو حضرتك سمعت تراك من تراكات الشباب بتوع الراب، هتلاقي التراك محمل مثلا عليه حاجه اسمها درام. ايوه، الدرامز بالكامل، وعليه بيس جيتار اللي هو اللي بنسميه احنا البازيست اللي هو اللي بيعزفه، ليد جيتار، كوردات اللي هي من الاورج، بركشن عشان يعني بس ده مش دايما بيبقى عايز فرقه استاذ مصطفى، يعني اكتر حاجه هم الكتريك ميوزك، فاكتر حاجه ممكن يشتغلوا اوريدي بري ريكوردد، او يعني قصدي ليه لازم فرقه؟ طيب هقول لحضرتك، حضرتك تعلمي جيدا وانا برضو عارف انك انت من محبين المزيكا، يعني حضرتك تعلمي ان عمرو دياب ومحمد فؤاد واصاله وانغام ومصطفى كامل وايهاب توفيق وهشام عباس كلنا بنسجل الغنوه اللي نازله لك على اليوتيوب اللي انت بتسمعيها. ماشي. الاغنيه دي بيبقى مكوناتها كلها بيعملها موزع موسيقى البيت، معظم الالات والتراكات اللي بنعملها من بلاجنز عندنا. أيوة. وفي النهايه لما بقى بنزل اللايف اغني في فرح بنت حضرتك او ابناء الناس انا او زملائي، بتشتغل كل الالات دي بيبتدي يعزفها عازفين. صح مش كده؟ تمام هم نفس الموضوع، هم كل الالات اللي بيعزفوها. انا خلي بالك قعدنا بقناعه، بقول لك احنا قعدنا نضحك في مكتبي اكتر من ساعتين، فضلوا معايا، مش عايزين يمشوا من معايا. بس هم اقتنعوا بالفكره دي انه يكون معاهم عازفين. اقتنعوا جدا لسبب يا مدام نميس، من ضمن المذاكره اللي انا ذاكرتها لنفسي في فن الراب العالمي، انا اتفرجت على اكتر من حد رابرز مشغل وراه بيانيست حاطط بيانو كبير جدا على المسرح، وحاط وراه اكتر من 12 او 14 كمانجا سترينجز بيلعب غربي، بتلعب نوت غربي، حاطط سكسفون غربي، حاطط بركشن، حاطط انا وريتهم، حاطط اورج عشان يلعب الكوردات بتاعت فاذا احنا اذا كان قراري انا وزملائي ممكن يكون التعسف كان في عدد الفرقه، ان الغربي لا يحتمل ال 12 عازف، لكن يحتمل درامر، كيبورديست، ليديست. طب انت يعني انت هدفك ايه من وجود الميوزيشنز او وجود العازفين؟ عايز الصراحه والصراحه والدغري. الصراحه راحه. طيب النهارده ايه ميزه الماكينات المستحدثه في الزراعه وايه عيوبها؟
ماشي، بتقلل العماله وبتقلل الايدي العامله وكده، بس احنا كده احنا بس بتطلع انتاج احسن برضه. انا موافق حضرتك جدا ان احنا اي استحداث لاي ماكينه او اي جهاز يقدر يؤدي لسرعه التحصيل محصول او سرعه انتاج خط ماتيريال حاجه معينه، في النهايه بتبقى ليه مميزاته الكبيره وليه عيوبه، ان هو بيعمل حاله بطاله والايد العامله بتبتدي تقل وتنقرض. انا دوري يا مدام لميس في نقابه المهن الموسيقيه او دور اي نقيب او عضو مجلس اداره، من المفترض الا تنقرض هذه المهنه والا ينقرض اصحابها اللي برضو زي ما الشباب دي موهوب جدا وربنا يبارك لهم، وانا قلت لهم ربنا يكرمكم وفي اول نجاح ليكم خارج مصر هتيجوا هكرمكم هنا بامر الله. انا بسعى ان بس زملائي اللي امتهنوا مهنه الفن ما يعديش عليهم طيب. يبقى قاعد، انا اسف، قاعد بلا عمل وبلا شغل. كلنا طيب. بنبقى فخورين بمهنتنا. منطقي، وده دورك كنقيب. خليك معايا يا استاذ مصطفى، انا معايا المطرب الراب او مغني الراب عفروتو. يا عفروتو، وانت نجم يعني من نجوم الراب اللي يعني حفلاتهم بتبقى فظيعه جدا. حضرت انت، كان موقوف تصريحك، حضرت الاجتماع، يعني ايه رايك فيما حدث النهارده؟ اولا مساء الخير، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك، ربنا يخليك على راسي والله. احنا انا كنت موقوف بس يعني بسوء تفاهم والله. يعني انا بس كنت موقوف عشان ما حضرتش الميتنج الاول في النقابه اللي كان حاضره الشباب بتوع المهرجان او ايا كان مسمى ايه. بس انا ما حدش دعاني يعني، فكانوا مفكرين يعني ان انا المفروض حد كلمني وانا يعني ما جيتش، بس ده ما حصلش. تمام. فسياده النقيب مصطفى كامل بصراحه يعني اول ما عرف ان انا ما حدش قال لي حاجه فقال لي لا حرام طبعا، احنا يعني لازم تعمل التماس ولازم نتكلم في الموضوع ده وان هو ما ينفعش. وبصراحه شال الغرامه كلها، ما حطش عليا بصراحه ولا جنيه حتى. يعني انا شايف ان حد غيره والله كان ممكن يكون التعامل بتاعه صعب معانا او بيتعامل معانا يعني بطريقه صلبه. عفروتو دي اول مره تدخل النقابه؟ لا طبعا، انا يعني في النقابه بقالي سنتين. فانت عندك يعني هي في شعبه اوريدي اسمها شعبه راب. شعبه راب بالظبط. طب سؤالي بقى، انت يعني ايه رايك في قرار الست عازفين؟ هل انتوا مستعدين انكم تلعبوا بست عازفين؟ بص حضرتك، احنا اتكلمنا مع الاستاذ مصطفى كامل، قعدنا قعده كبيره في المكتب عنده والله، قعده بجد طولت قوي، وقعدنا وهو بيشرح لنا وبيفهمنا حاجات كتير، والموضوع اصلا بنحاول احنا نفهمه له برضو ان عندنا احنا الموضوع مش كده قوي، لحد ما اتفقنا على موضوع الست عازفين ان احنا يكون برضو يعني احنا كده كده خلاص موافقين طبعا عليه، واي حاجه هتقولها النقابه احنا كده يعني احنا عيالهم كده كده. بس هي الفكره في ان هو برضو يعني رغم كل ده بيقول لي جرب، انا بقول لك جربها ودوقها وشوف انت هتحس بايه، وانا واثق ان انا هتلاقي نفسك يعني مبسوط بده وهتلاقي الموضوع كويس جدا معاك. وانا ده يعني والله انا مش عارف لو قلت كده عادي ولا ده شيء يزعله، بس هو قال لي ده انا اجي واحضر بروفاتكو كمان دي بنفسي. انت حاسس بايه؟ انت حاسس انها هتبقى حلوه ولا بصراحه لا الاولاني احلى، اللي انت بتغني بماينس 1 مثلا حضرتك احلى؟ يعني مش عارف، بس يعني لو عايزه الصراحه قول الصراحه. لا انا خايف برضو، لسه اول حاجه، اول مره اعمل حاجه زي دي ما جربتهاش. انا لو هكذب هقول لحضرتك لا تمام وهتبقى كويسه، بس انا خايف لسه ما جربتهاش. بس ان شاء الله انا كده كده واثق في سياده النقيب مصطفى كامل يعني. ماشي. في حفلات الرابرز بره في العالم بيحصل ايه؟ بيبقى في ميوزيشنز اظن. بصي مش كلها يعني، الرابرز عالميا ممكن يكون الرابر ده عمل 300 حفله مدار حياته، منهم اثنين بس طلع بيهم بالات لايف وطلع بعازفين، والباقي كله بيكون لا يعني هي مش موجوده في الجانر عندنا. المبدا بتاع مش موجوده في الجانر، بس انت بتعملها ايه؟ بتعملها ماينس 1 مظبوط؟ بيبقى ماينس 1 بتشغلي التراك نفسه من غير الصوت، من غير الصوت بتاعي. بالظبط. وبيعتمد الشو بتاعنا على يعني بيعتمد اقصد اللايف بتاعنا على الشو اكتر وكل حاجه، مش مبدا اللايف نفسه. بس ده معناه ان احنا مش هنخوض التجربه؟ لا طبعا هنخوض التجربه، وانا يعني ثقتي كبيره ان شاء الله في سياده النقيب، ان انا عارف طالما قال لي الموضوع هيمشي وهيبقى كويس يبقى هيمشي ان شاء الله هيبقى كويس. طب خليك معايا عفروتو، النقيب مصطفى كامل، يعني
هيجربوا، بس هو بيقول لك الحقيقه يعني ان الجانر بتاعنا نوع المزيكا بتاعتنا دايما هي ماينس 1. يعني مع احترامنا طبعا لوجهه نظرك المهمه ان الناس كلها لازم تشتغل، لكن هل دي قصه تحت التجربه؟ يعني هنجرب ونشوف. بص يا مدام نبيس، انا هاجي لك دغري، يعني انا بكلمك دغري. انا يعني انا كمان حتى لو انا نزلت كمصطفى كامل وبكره عمرو دياب ينزل وبكره لا لا دي قصه ثانيه، دي قصه الراب جونر ثاني، الراب غنى ثاني. لا يا مدام نبيس، لا لا صدقيني مش قصه ثانيه ولا ثالثه، هي قصه كلنا احد ما على قلبنا ان احنا نحط الماينس بتاعنا اللي معمول في الاستوديو بالشعره زي ما بيقولوا، ولاعبين التراك والبلاجنز بتاعه والريفيرب زي مظبوط والماسترنج معمول 10 على 10 وكلنا نحب ده. لكن ايه الدواعي اللي الزامك بانك انت لا تحب ده ولا يكون هو ده الشكل السائد؟ زي ما بقولها لحضرتك وزي ما تفهموها اولادي واخواتي الصغيرين اللي بنكلمهم شباب القمر دول، اتفهموا مني لان احنا قعدنا، بقول لك قعده كبيره جدا، قعدت ساعات، قعدنا ساعات، قلت لهم طيب انت بالبلدي كده في امور كتيره في حياتنا، انا حتى كفنان الايام اللي فاتت دي انا عامل غنوه مش ما تلاقيش عليا، مش شبهي ونجحت جدا، واللي وداني ليها ابني، يعني اللي وداني ليها واللي وداني للموزع بتاع كولبيكس، وكولبيكس ده من الناس اللي بتشتغل لكل المطربين الراب وللناس اللي هي بتشتغل برايا وبره الكاتيجوري بتاعي. انا لما جربت لقيت حاجه جميله، انا كل كلامي كان مع فروتو ومع الشباب ومع مروان موسى ومع كلهم، قلت لهم جرب دايما تدوق. طيب جرب جرب تدوق طعم جديد، والطعم الجديد هو طعم مشروع يا مدام لميس، اهم مشروعيته وده مهم برضو ان هم يجربوا. انا مش هقبل ابدا اني اكون بادير كرسي او مقعد زملائي فيه الاسم فنان والمهنه الحقيقيه عاطل، يعني برضو ده ما يرضيش ربنا. ودي يعني وجهه نظر. هتعمل ايه في الكلمات؟ هل الكلمات هتجيلكوا ايه نوع يعني خلاص احنا اتفقنا على قصه كلمات المهرجانات، والمهرجانات بيتم الرقابه على الكلمات، لكن هتعمل ايه في كلمات عفروتو؟ عفروتو يصور لك صباعه دلوقتي هو وزمايله كلهم بصموا. بصموا؟ انت بصمتهم؟ كله بصم. كله بصم على الاداء. هما بيتكلموا كلام حلو، وعنده يعني مثلا عفروتو انا هزرت معاه النهارده وعنده لفظ زي كده مش هينفع اقول لك طبعا في البرنامج، قلت له عفروتو ما فيش الكلام ده، قال ما فيش الكلام ده، وقعدنا نضحك. وخلي بالك هم ولادي وهيفضلوا. طب ويجز كان موجود ولا لا؟ ويجز بره مصر، في ويجز بره مصر ومروان بابلو بره مصر، وكلموني وكلموني مدير اعمالهم، مديرين اعمالهم، واتفقنا. والولاد انا اعيدكم اعيدكم كاعلام مصر بالكامل والاعلام العربي بالكامل، دول اخواتي الصغيرين ولادي. أيوة ولاد يعني الكلمات هتجيلك ولا الكلمات يعني ازاي؟ لا الرقابه على المصنف. لا الرقابه على المصنفات زي ما قلت لحضرتك، انا مثلا براعي ابناء مهنتي، برضو المصنفات الفنيه ليها دورها، لن نتغول على الجهات المنوط بيها نظر كل حاجه. فالكلمات هتعرض على المصنفات. امبارح اسالي عفروتو كده عايز تحكي، اسالي عفروتو انا قلت له ايه؟ قلت له عفروتو سمعني حاجه كلمات من غير غنى. قال لي، قلت له عايز كلمات من غير غنى. فلقيته هو انا نفسي انت تاخدي منه ماتيريال. طب سمعني عفروتو كلمات من غير غنى كده بقى. يا عفروتو. والله يعني انا الفكره بس ان هو كان يوم طويل قوي النهارده، انا بكلم حضرتك وانا نعم يعني اصلا عايز اقول لك احنا ضيعنا وقت سياده النقيب، يعني اخذنا من وقته حرفيا حوالي 10 ساعات من يومه. ده بجد ده بجد، هو يقول لحضرتك اقسم بالله اخذنا 10 ساعات. انت اتغديته وتعشيته بقى؟ اللي هو بقى قعدنا في المكتب، وهو بصراحه يعني غداكوا يعني ولا ما غداكوش؟ وبيتكلم ويتفاهم معانا، وما فيش يعني حد غيره بجد. طيب ما كانش عمل معانا كده يعني. طيب عفروتو ايه رايك في موضوع ان الكلمات هتعرض على الرقابه على المصنفات؟ انتوا مستعدين؟ انا شايف ان احنا والله ما فيش حد فينا بيقول اي لفظ خارج، ما اظنش ان حد قبل كده فينا في الراب يعني قال لفظ خارج، واي حد عمل كده قبل كده اكيد الموضوع ما عداش يعني. فانا مش شايف ان احنا اصلا الجنرا بتاعتنا بتطلع كلام خارج، احنا كل اللي بنقوله بيكون كلام يعني تقدر تقولي روش يعني. انا اسف بقول كده. لا روش قريب من الشباب، روش لغه هو الشباب بيسمعنا عشان يحس ان هو روش، دي فكره الراب. ماشي بس. شكرا يا عفروتو، شكرا النقيب مصطفى كامل، ونتمنى في النهايه ده جونر موجود، ده نوع من الغنى موجود،
فبالتالي احنا لازم نشوف هنتعامل معاه ازاي. المهم انه لا تكون فيه كلمات خارجه، وانه يعني نشوف بقى قصه العازفين دي هتشتغل ولا مش هتشتغل. في راي للنقيب، في راي للشباب، بس هم قالوا هيجربوا، وهنشوف بقى ماذا سيحدث في الراب والتراب.